كاينين ربعة في شي جهة، هادو قال لك حنا ما نتحصاوش. قال له علاش ما بغيتش نتحصى؟ قال له حنا جزائريين ما بغيناش نتحصى. نقول لك هادو شنو نرجع لهم نعاود نقول لهم؟ لا لا، انا يقول كانت عندي السلطه نهزو نديه لا فرونتير ونقول له الله يعنيك. السلام عليكم. احمد الحليمي، هذا رئيس لجنه الاحصاء 2024 في المغرب. كي جاء يقدم في الحصيله تاع الاحصاء ويحكي على الصعوبات اللي لقاوها تما في المروك، قالك باللي في من جهه الجهه الشرقيه في المروك، جهه وجده وما جاورها، لقاو صعوبات في الاحصاء. ماهيش من الطبقه الكادحه، ولكن من المثقفين، يعني محامين واطباء، يعني دي كادر. كي جاي في الاحصاء قالوا ما ودي احنا ما نتحصاوش. علاه ما نتحصاوش؟ قالوا باسكو احنا جزائريين، احنا جزائريين ماناش مراكا. وجده هذه تابعه للجزائر، سكانها جزائريين. هاك الوقت ديكول باش يجازي مولاهم هذا الوقت باش يخون الامير عبد القادر، عطالو وجده الجهه هذه. لكن ناسها باقيين فيهم النخوه، فيهم الدم الجزائري. كي يجي يلعبوا في الاحصاء قالوا له احنا ما نتحصوش، احنا جزائريين. وهذه كي قلت لكم يعني ماهيش من الطبقه الكادحه، هذوك الناس الفقراء، هذوك الناس اللي ما تخممش، الناس اللي مش قاريه، الناس اللي مش واعيه. لا، هذو ناس واعيين وقاريين وفاهمين وعلى بالهم واش راهم يقولوا. حتى هو كي قالوا له هذه الهضره يعني ما لقاش اجابه. قال لك انا كون جات عندي سلطه، باسكو هما ما عندهمش السلطه. الناس هذيك الكل راهي المجتمع تما كل ما عندهمش السلطه، حتى هو الميميسيس وما عندوش السلطه على هذيك الزريبه هذيك. قال لك كون جات عندي سلطه نهزهم نحطهم في الفرونتيير. يحبك باش تحطهم في الفرونتيير. راهي جايه موجه تاع استفاقه، سواء من المراركة ذاتهم او من الجزائريين الاحرار اللي مازالت دمهم يجري تما في المروك. راح تجي انتفاضه كبيره وتكنس هذاك الزبل اللي راكو عايشين فيه، وترجعوا عباد كما الناس. تحيه لهم هذا الناس هذي، وهذا مكان. اتهلاو في رواحكم. السلام عليكم.